لكن هنروح للفريق الاول للنادي الاهلي، الفريق الاول دلوقتي اللي على اتم الاستعداد ان شاء الله لملاقات نهضه بركان. مباراه ان شاء الله يوم الجمعه القادمه، هتكون مباراه صعبه بلغه الكوره، مباراه صعبه. صعوبه اللقاء ان لقاء الاهلي مع نهضه بركان مباراه وحيده، مباراه بتساوي بطوله، دي صعوبه المباراه، مفيش ذهاب وعوده، مفيش فرصه للتعويض. فعلشان كده التفاصيل دايما مهمه في هذه المباريات التي تمثل بطوله. النادي الاهلي على اتم الاستعداد، الحمد لله النادي الاهلي علي معلول موجود في التدريبات، علي معلول سليم بنسبه 100%. مشاركته في اللقاء دي معتمده على موسيماني، هو صاحب القرار في هذا الشأن. ايضا حمدي فتحي بنقول له الحمد لله على السلامه، حمدي فتحي برضه بدا يشارك في التدريبات، النهارده كان بيجري اشعه علشان يطمن على مدى الالتئام، لكن الحمد لله سليم بنسبه 100%. احنا شايفين مع حضراتكم دي اجزاء من التدريبات او تدريبات النادي الاهلي والاستعداد لملاقات نهضه بركان. موسيماني اللي ادار، يعني عايزين نرجع ورا شويه يعني، وكمان كان قبل مباراه نهضه بركان مباراه سان داونز، كانت مباراه قويه استعد فيها النادي الاهلي وقدر يصعد للدور قبل النهائي، وكمان النادي الاهلي هو الممثل الوحيد في البطوله الافريقيه. النادي الاهلي يعني اللي كنا محتاجينه يلاقي دعم اكبر من كده من المسؤولين في اتحاد الكره والرياضه المصريه، علشان هو الممثل الوحيد وهو الوجهه المشرفه للرياضه المصريه. زي ما احنا شايفين دي التدريبات، النادي الاهلي امبارح كانت التدريبات كانت خفيفه، النهارده بدا الاستعداد بقى الرسمي والتحضير للمباراه. المباراه ان شاء الله هيكون في موجود فيها جماهير، ان شاء الله جماهير النادي الاهلي هتلاقوها يعني بعدد كبير. دايما جمهور النادي الاهلي في الدوحه بيكون مساند، بيكون داعم للفريق. شايفين صوره الكابتن محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب اللي ما بيسيبش الفرقه، دايما موجود معاهم. وجود الكابتن محمود الخطيب، وانا قلت الكلام ده قبل مباراه سان داونز وقبل ما اللعيبه بتركب الطياره، وجوده خلاص الرساله وصلت، الرساله وصلت للعيبه. النهارده في مسؤوليه كبيره على لعيبه النادي الاهلي، مسؤوليه كبيره علشان الجماهير المنتظراه. الجيل ده جيل محترم، جيل بيحب بعضه، جيل عندهم ثقه في نفسهم، جيل بيمر بتحديات كبيره، تحديات كبيره في ضغط مباريات، في عدم مسانده من المسؤولين في الرياضه المصريه هنا، ولخص في اتحاد الكره في الجدول اللي احنا بنشوفه. تخيل النادي الاهلي اللي كان هيلعب مباراه قبل مباراه سان داونز، وانت رحت شفت هناك مدى الاجهاد اللي ظهر عليه لعيبه النادي الاهلي في الشوط الثاني، وشفنا في 22 يوم النادي الاهلي ضغط مباريات بشكل كبير، 8 مباريات، كتر خير اللعيبه دي. دي رساله من هنا للجماهير المنتظره اللي بتقول اصل الاداء، اصل موسيماني الشكل الدفاعي، لا ده جزء من كره القدم. علشان دلوقتي تقدر تكسب لازم تدافع كويس، وكمان في حاجات بتحتم عليك في ظل الظروف. النهارده لما تكون ضغط مباريات بشكل كبير، سفر، رحلات طويله، الراحه اللي اللعيبه مش قادره تاخدها بشكل كافي، ضغط المباريات ده في وقت من الاوقات بيحتم على المدير الفني انه ممكن يلعب بشكل او بظروف ما علشان يقدر يطلع بين الهدف اللي هو عايزه. لكن عجبني حاجه ثانيه، حاجه ثانيه بتمثل النادي الاهلي، حاجه دايما مزروعه في كل الاجيال وفي كل المسؤولين في النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ بعد المباراه مباشره وهو في اوضه اللبس واللعيبه كسبانه، وبيقول لهم خلاص النهارده بنحتفل، عندنا بعد ساعات عندنا مباراه مهمه، او بعد ايام مباراه مهمه هي نهضه بركان، لازم نستعد بشكل كبير، لازم ننسى الفرحه. دايما البطل بيقلب الصفحه على طول، ما بيفرحش كتير. بطوله السوبر الافريقي بطوله غايبه عن 7 سنين، وده الكلام اللي قاله الكابتن سيد عبد الحفيظ للعيبه. بطولة هتتكتب في كل تاريخ كل لاعب. النهارده لما احنا كنا بنقول البطولة التاسعة للعيبة ولازم تقاتلوا علشان تستحقوا أيضا بطولة السوبر. علشان كده مش عايزين نلتف أو نروح للكلام اللي بيقول أصل النادي الأهلي الحمد لله بظروف معنوية كبيرة ودوافع كبيرة، ونهضة بركان أصل ماشي في الدوري المغربي يعني الظروف مش ماشية معاه. لا، دي ظروف مباراة، علشان كده لازم يكون أتم الاستعداد ليها، الاستعداد بشكل كبير ليها. التفاصيل الصغيره مهمه جدا، احنا شفنا كرات ثابته الحمد لله ربنا بيوفقنا بيها، لازم التركيز بشكل كبير. فعلشان كده النهارده كل التفاصيل دي مهمه في مباراه يوم الجمعه. وزي ما بقول لحضراتكم جمهور النادي الاهلي اللي دايما بيكون موجود في الميعاد
هيكون موجود ان شاء الله في الاستاد. جمهور النادي الاهلي احنا شفنا يعني الاثر بتاعه ودعمه الكبير في كاس العالم للانديه، وانا كنت موجود هناك. جمهور النادي الاهلي يعني كان داعم للفريق بشكل كبير. لو قلنا سبب حصول النادي الاهلي على المركز الثالث في كاس العالم للانديه السابقه كان هو جمهور النادي الاهلي اللي هيكون ايضا موجود في مباراه نهضه بركان. ولازم اكد واقول ثاني وثالث ورابع، مباراه نهضه بركان مباراه صعبه جدا، مباراه لازم اللعيبه تستعد ليها بشكل كبير. النهارده حظوظ الفرقتين ما اقدرش اقول النادي الاهلي اكبر من نهضه بركان، لا، الحظوظ متساويه 50-50، علشان كده لازم يكون في استعداد كبير. موسيماني ان شاء الله بنتمنى ليه التوفيق بشكل كبير في المباراه علشان يقدر يحط التشكيله المناسبه، كمان الناس اللي بيتم تغييرها في الشوط الثاني برضه يكون موفق في كل هذه الظروف ان شاء الله بالنسبه لمستر موسيماني.